بكم مشاهدينا في الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي. نسيل الجولة من يومية الصباح التي عنونت مفتش تعليم يتزعم شبكة للدعارة، حيث أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المهدية بالخنيطرة على وكيل الملك مفتشا سابقا بوزارة التربية الوطنية بعد متابعته بتهم إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء وجلب واستدراج أشخاص لممارسة الفساد، كما أحالت 4 أشخاص بتهم الفساد والخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتحريض على الفساد. وإلى المساء وحدات أمنية جديدة خاصة بالفيسبوك وتويتر. وفي التفاصيل قال مصدر مطلع إن عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني أنه فترة تكوينية خارج أرض الوطن كانت بهدف الاستفادة من آخر تقنية استعمال مواقع الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، إذ من المنتظر أن يتم تعيين وحدات أمن معلومات جديدة خاصة بمراقبة الصفحات المشبوهة والمشبه فيه ووقوفهم وراء جرائم الإلكترونية. وإلى أخبار اليوم الداخلية، تدرب 10,000 رجل أمن على حماية كبار ضيوف المغرب في كوب 22. تسابق المديرية العامة للأمن الوطني الزمن من أجل تكوين 10,000 رجل أمن على حماية المنشآت العامة والضيوف العالميين من رؤساء دول ووزراء ومنظمات دولية خلال المؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 الذي ينظم في مدينة مراكش نوفمبر المقبل. ونختم بيومية الأحداث المغربية، فجعة سباتة تجر 13 شخصا للتحقيق وعدد الضحايا يرتفع إلى 4 قتلى. وفي التفاصيل تم انتشال ضحية جديدة من تحت أنقاض عمارة سباتة ليصل عدد القتلى النهائي إلى 4 أشخاص. وكانت مصادر رسمية من جهة البيضاء سطات قد أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى لم يتجاوز شخصين ليتم إخراج بعد ذلك جثة امرأة من تحت الأنقاض يوم السبت الماضي، ثم إخراج ضحية رابعة أمس الأحد، ويتعلق الأمر برجل في الخمسينات من عمره. الجولة الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.